أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج فن الكسرة. يسرنا في هذا اللقاء أن نستضيف أحد الشعراء الكبار، شاعر له باع طويل في النظم والمحاورة والكسرة، أطلقوا عليه محبيه شاعر جبل ورقان، أو ما يسمى بجبل ورقان. وجبل ورقان هذا هو أحد الجبال الشامخة الذي يقع بين طيبة الطيبة ومكة المكرمة على درب الحجيج، وتغنوا به العشاق، وهو جبل ذكر في أحاديث كثيرة. ويشتهر هذا الجبل بشموخه وارتفاعه الذي يقدر بألفين و 400 قدم عن سطح البحر. لا نطيل عليكم، ضيفنا هو الشاعر براج بن محمود الصاعدي. حياك الله يا بركان. الله يبارك فيكم. بركان، نحييك ونرحب بك من خلال برنامج فن الكسرة، وودنا تعطي المشاهدين فكرة عن ابو فراج من خلال عن ابو ركان من خلال البطاقه الشخصيه. الله يبارك فيكم وشكرين لكم ما تكبدتوه من العناء وجهودكم. اما البطاقه الشخصيه فانا فراج محمود دخيل الله الصاعدي الحربي. عشت في قريه وادي ريم، وبالخص الشلايل بجوار جبل ورقان، وحتى انتقلت إلى المدينة فعديت العديد من القصائد في جبل ورقان وفي القرية اللي هي مسقط راسي. وليس بغريب علي إنما الشعراء تغنوا في أوطانهم، وهذا الوطن يتطلب منا الكثير في من جميع أطرافه، في ونحمد الله ونشكره على جميع النعم التي لم نحصيها في ظل حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها واستقرارها. ما دام الكلام عن الوطن، ودائما الكلام ومهما قلنا ومهما تكلمنا ومهما قلنا في هذا، في هذه البلاد الطيبة، في هذه الأرض المباركة، نبغى، لأنه فيها طبعا حقها لا بالشعر ولا بالقول، ولكن يعلم الله أنه ديدا كل أبناء هذه الوطن الحب والولاء أولا لقيادتهم، وطبعا وقبل ذلك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنعم علينا بهذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى. نبغاك تسمعنا شيء عن الوطن. والله الوطن مهما كتبت فيه أنا وكتبوا فيها الشعراء والأدباء والكتاب لم نعطيه حقه. هذا الوطن الذي احتضننا بخيراته ومنجزاته، ولكن كتبت فيه عديد من القصائد، ولكن فن الكسرة لا يطيل الشاعر فيها القصيدة، ولكن جبت فيها في الوطن هذه الأبيات. أقول حب الوطن، حب الوطن رجح الميزان، يجري بدمي وشرياني، أحسن وطن وأجمل الأوطان، من عاش به نسل عدناني. عاش به نسل عدناني، قبله مهبط وحي وإيمان، وحكام للعدل عنواني، فيها القبائل تقول إخوان، فيها القبائل تقال إخوان، الكل يمشي مع الثاني، والطيب مع جملة السكان، بالصدق ما قلت غلطاني، ما في فجوة بها شيطان، نوقف سوا ضد عدواني، هذا كلامي وله برهان، الكل يشهد بلعياني، الله يا رب يا رحمن، تحفظ وطن عز وإيماني. الله يا رب
يا رحمن تحفظ وطن عز ويمان. ويمان صح لسانك ومن يقول بندخل في قلبك، عرفنا قلبك خضر. الله يبارك فيك. ودنا بنتسلل من خلال طبعا ما دام اجستنا من خلال ابتسامه ذي، ان شاء الله انك بتسمعنا خير ان شاء الله. طبعا كسرات الكسره، اول نبغى تعرف الساده المشاهدين انت من اوائل اللي كتبوا الكسره وشاعر، كما ذكرنا في بدايه اللقاء انك انت ما شاء الله شاعر متعدد المواهب. خير ان شاء الله. أيوة ما يغلى عليكم طلبكم، ولكن يعني اكيد انه كتب قصيده غزليه. نبي قصيده هو ولا نبي كسره؟ والله هي كسره يعني، ولكن نقول احنا جبنا في الكسره في الغزل، وجبنا في انواع اغراض الشعر، جميع اغراض الشعر، ولكن هذه الكسره اقول فيها: لا تطلع الناس عن سدك، خلك حفيظا على الأسرار. الله. ممكن صديقك يجي ضدك، يبقى الندم في فؤادك نار. يبقى الندم في فؤاد. هذا متى يجي صديق ضد؟ والله مع التجارب والزمن، وهذا لا أحد يأخذ حذر. لا يأخذ، يعني هذا تحذر أنت. يأخذ أي الحذر. طيب نعم. حقك. لا تطلع الناس عن سدك، خلك حفيظا على الأسرار. ممكن صديقك يجي ضدك، يبقى الندم في فؤادك نار. بل هرج خلك على حدك، لا تصير بين العرب ترثار. وان جاك خصمك يبي ردك، لا تدخر جابة المسعار، واحرص على منتظر مدك. الله وصل سابع جار. الله وصل سابع جار، هذه برضه فيها نصيحة. نعم. طبعا طيب شيء ودنا نسمعنا كمان برضه في ال، والله فيها كسرة هنا يقول: نوع البلاغة ثلاث أقسام، باين بيانا على الأبيات، والثاني اللي جرى بحكام سبك المعاني لها لذات، والثالث اللي مشى بنظام، قالوا بديع البديع إثبات، والشعر يعطي حسن أنغام، فيها الرتابة لها جولات، ينسج خياله بدون أقلام، فيها العذوبة مع الأصوات، فيها الدلالة تقال أعلام، يم المعاني صديق الذات. يم المعاني صديق الذات. الله يصح لسانك. ومن يقول يا بركان، طبعا الكسرة، وقت تعرف لنا الكسرة، احنا طلبنا منك تعريف الكسرة. والله الكسرة هي، أريد أن أوضح للمشاهدين عن بحر الكسرة. بحر الكسرة، بحر الكسرة هو بحر الهجيني، معروف من ذوي القدم أنه الهجيني، ولكن الساحل الغربي هنا يسمونها الكسرة. طب والشمال والنجد يسمونها الهجيني، الهجيني لأنه بحر معترف به وبحر أصلي من البحور الشعر النبطي. طب بس طويل الهجيني إلى ما شاء الله. والله احنا كسره ممكن اتحدد في يعني انا اللي اطلعت عليه. نعم. في كتاب الابداع الفني في الشعر النبطي القديم انها نفس الوزن اللي هي الكسره. نعم. ومضروب له مثال في نفس الكتاب بحر الهجيني، لانهم ياخذونه من الهجن، يركبون على الهجن ويهجنون على الهجن. اما على الساحل سموها الكسره، لا كالصقر الذي يروح في مساره وبعدين يسمونه يكسر الحوض، لأنه مكسور البيت، أخذوه من كسرة لأن البيت كأنه لأن من قصره، من الشاهد يقول مكسور وهو ما هو مكسور البيت، لكنه غني بالمعنى، غني بالمعنى، وهو بحر الهجيني، ولكن الناس يسمونها الكسرة وناس يسمونها بحر الهجيني حسب المناطق وحسب ما يعيش الشخص. يعني اختلفت المسميات، اي تختلف، لكن الهدف واحد، الهدف والبحر واحد والبحر واحد، والبحر واحد. اي نعم. سمعنا من الكسرات اللي طبعا هجينيه بنقول او كسره، المهم. نعم. سمعنا شيء. يقول: إن كان من تقوي يزوم
وتكون في واجبك حازم. الله الله. تندم ويكثر عليك اللوم لصرت ما تقضي اللازم. تندم ويكثر عليك اللوم لصرت ما تقضي اللازم. عزم العرب في وجيه الروم مضرب مثل قوة العازم. الله الله. وما والله بصراحة نعشتنا بهالشيء الهدية وما شاء الله أنت غنيتها. ودنا طبعا أنت كتبت في إحنا طرقنا جبل ورقان. نعم. وقلنا أنك شاعر جبل ورقان وكتبت في جبل ورقان الكثير. نعم. ولكن في قصيدة مشهورة خلنا نغير لون ما بعدنا هو كله إحنا في غرض من أغراض الشعر. نعم. والبرنامج إن شاء الله إنه أبدا لا ينكر ما دام إنه في نعم. الشعر لا ينكر إننا نقدم موهبة ونقدم شعر. وبالأمانة كده الناس هنا في المدينة والمناطق حول المدينة كلهم يعرفون الشاعر، ولكن أنت ما ظهرت إلى الساحة خارج يعني معروف في المدينة ممكن على مستوى نعم، ولكن ما عرفت إيش تعلل الأسباب وإيش السبب اللي ما خلقت يعني تطلع وأنت شاعر به. والله في البدايات أنا ما بحثت عن الإعلام. كل شاعر يمر بظروف خاصة ينشغل فيها، ولكن كنت أبحث عن جودة القصيدة سواء كان بحثت عن إعلام أو بقيت بعدي أو تناقلوها الناس أو ديوانتها في ديوان. أنت شاعر من توارث الشعر ولا؟ والله كان عندنا وراثة إحنا القبيلة، خالي يضرب به المثل في الشعر اللي هو خالي مسلم مبارك الصاعدي موجود توفي عام 72 هجري، وبرضه خالي مرشود شيخ القبيلة لا زال شاعر وموجود هو شيخ القبيلة وكلهم شعار خوالي. نعم. يعني أنت جايك الشعر من خوالي؟ والله الشعر لي فيه وراثة وموهبة وغذتها الظروف، ظروف الحياة. يعني كيف يعني؟ ظروف الحياة القاسية إذا مر فيها الشاعر فتغذي الموهبة. يعني أنت مريت بظروف قاسية؟ مريت في ظروف الحياة كغيري، في المكافحة، في طلب الرزق، باب الرزق، وفي الزواج. في البداية مرينا بالعزوبية حتى يعني الواحد يكون نفسه ويخرج من بعض الظروف. نعم صحيح. طيب قلنا احنا ما كملت لنا قصيدة جبل ورقان، تعطينا مقتطفات منها. قصيدة جبل ورقان حقيقة نالت إعجاب كثير من الناس خارج حتى القبيلة بسبب أني وصفت الجبل وصف حقيقي، وصفت أشجاره النادرة، لأن فيه أشجار نادرة لا توجد في غير هذا الجبل. فقلت ردوا عندما حقيقة هذه القصيدة عندما انتقلت إلى المدينة وتزوجت في المدينة حسيت أني أبعدت عن الجبل هذا اللي هو بجواره القرية اللي مسقط راسي. فقلت ردوا على ورقان مني سلامة يلي على دار الصواعد تمرون، غبنا ولكن ما علينا ملامة وغيابنا في شيء للعبد مسنون. هذه صفة من كان عنده دوامة يصبر كما يصبر على السجن مسجون لاج النسيم وهل وبل الغمام، وشفنا سحاب المزن يمشي على الهون. أذكر ديار مشيدين الخيام اللي بصوت النجر للكيف يلفون، والمزن في ورقان مثل الحزامة طوقا على القمة وغيمها على الكون، والضيمران يفوح ثم البشامة خضب الشفا للكبد من كل طاعون، والأرض خضراء بالنفل والخزامة وبعيثران أخضر وعرعر وليمون
والعتم والجميز لكم عام شجر ظليل ويرغب كل محزون والاسم الأصلي بل وفى والتمامة جميز شجر التين والعتم زيتون واللي يبظل الضروب الظهر نامة أخير من نومة تحت صوت فريول. من شجرة الطباق طب العظامة طب من الطباق لهريش مدهون ويظل الخزم له وسط قلبي غرامة شجر معمر ياخذ سنين وقرون حد السعى في شبل حد الحسام ظله ظليل ولا بها شواك وغصور منها الحبال المبرمات الحكامة منها الرسن والسرج ناسن يعدلو والبان ناعم مثل ريش النعامة أهل المشاعر فيه قبل يغنوا وفيها النخل غابات ياما وياما ناس فقارة في جداده يحضرون يدعون له بالخير كل الأتام اللي بوقت الصيف يأتون يجنون غرس الكريم وكل عقب كرامة بالجود قالوا مثل حاتم يجدون يعطون من ثمر اللذيذ الطعامة في وقت ما كل المخاليق يعطون وفيها العسل يشفي قلوب سقامة رحيق زهر مختلف لون على لون وحتى الشلايا لو شجرها يسامة ما بعد شجرة من شجرها بمليون وري من بجانبها سوات الوسامة من هجرة المختار والقول مضمون حب الوطن في القلب مثل اللحام منساه لين أصير بالأرض مدفون يالله يا منشي سحاب الركامة يا معطي التوراة موسى وهارون تحفظ وطننا يا رفيع المقامة أنت حليم بكل مكان مكنون وصلوا على المختار هذا الختام اللي بذكرك كل الأمة يصلوا اللهم صل وسلم صلى الله محمد صح لسانك على المنصير الجزلة يعني شاعر أنت شاعر نظم وشاعر كسرة الحمد لله الأقرب إلى قلبك أول اللي هي يعني الكسرة خفيفة وممكنك يعني تقولها في مناسبة أو في مثلا نقول في لحظات الأقرب لقلبك يعني والله الكسرة من ضمن النظم ومن ضمن الأشعار النبطية والبحور النبطية ولكن سهلة للمبتدين مثل بحر الكسرة وبحر المسحوب يبتدي به المبتدي ولكن أنا بديت كغيري في الكسرة لأنها سهلة وبديت بالمسحوب لأنها سهلة كبداية غيري عند في التسعينات وعندما قضيت خبرة في الشعر عمدت إلى القصائد الصعبة مثل القصائد بدون نقاط مثل القصائد تقسيم البيت إلى فقرات يعني هذا تحدي مع وعندما أرجع إلى الكسرة البسيطة اللي كنت بديت منها كالطالب الجامعي اللي يتصفح دروس الابتدائي نعم أي. يعني صح هي غنية بالمعنى وغنية بالمعنى ولكن لسهلتها الكتابة سهلتها ولكن معناها تبقى دائما غنية بالمعنى ولكن عند المبتدي يكتب بحر الكسرة وبحر المسحوب السلام. فاصل مشاهدين الأعزاء ثم نعود إلى ضيفنا الشاعر القدير فراج الصاعدي لحظات ثم نعود إليكم أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة ونرحب بضيفنا الشاعر فراج الصاعدي حياك الله مرة ثانية أبو الله يبارك في عمرك توقفنا قبل الفاصل وكنا نود تسمعنا كسرة تكلمنا عن كسرة وأظن نعم الحلقة وعطينا حقها نعم. من حيث الشرح ولكن نبغى المضمون والكسر لا يغلى عليكم أنا كتبت الكثير في الكسرة ولكن كتبت الكثير وجبت القليل وحفظت القليل وحفظت القليل نعم هذا منسوح هذا نحن المفروض أن ودنا كتبت كتبت فيها الكثير ولكن لقضى الوقت ولا معنى مجال نبحث في الملفات ونجيب ما كتبنا في العمر كله ولكن جبنا رؤوس أقلام من ما كتبنا نعم جميل ولكن بختار لكم هذه القصيدة اللي الغزلية جميل كسرة كسرة غزلية ولكن كتبتها قبل الزواج قبل الزواج نعم
وكتبت يعني قصائد كثيرة. أنت من الآن بدأت تبرر يعني قبل ولكن ما خبرناك كذا أبو. والله حقيقة لأن قبل الزواج الواحد يبدع في القصائد الغزلية وقبل الزواج واحد ما يخاف زين الخبرة يعني. طيب تفضل. يقول حب الملوح وانا حبيت لكن في حبنا شتان أوفيتنا للحبيب أوفيت وانكر جميلي بحب خان أوفيتنا للحبيب أوفيت وانكر جميلي بحب خان صديت صديت لا جيت ذاك البيت يرسم جداره زمان كان عزيت روحي بعد عزيت صدق المشاعر على الخلان من بعد قفى وانا قفيت ناسي وانا ضامري والهوان ويروح همي ليا صليت لله والشكر والعرفان. سلامات. لله والشكر والعرفان. صح السانة. وما شاء الله موهبة حتى صوتك ما شاء الله والله أنك أطربتنا. لا لا. الله يبارك فعلا يعني. الله حتى يبارك. طبعا نبغاك تسمعنا فرات. إحنا نعرف إن قلبك خضر وبينت لنا ووضحت لنا وخليها نقول قبل الزواج يعني. ما خير إن شاء الله. ما لا كلها مترخة. كل ما علي. كلها مترخة في التسعينات. مترخة عندك. نعم. لكن ما إحنا ما ندري. والله هذه دليل هذه الأبيات الكسرة تدل وحقيقة أنا جبتها قبل الزواج وهي دليل. طيب الدليل أقول كل تزوج وأنا مليت من هم قلبي وتحزينه مالي ونيس ولالي بيت والجسم ضاعت في تمينه والجسم ضاعت مالي ونيس ولالي بيت والجسم ضاعت فتامينه بل انت دحين جيت على روح على الجرح الشباب تلاقيهم كلهم يعني والله هذه يرددون معك يقول بيض الله وجهك والله هذه كانوا نعم صادق هذه كانوا يطلبونها الشباب مني ايوه وعندنا الشباب في القبيله يعرفون هذه القصيده حافظينها حافظينها لكن لا تزوج نسيها يمكن والله جميل طيب يقول كل تزوج وانا مليت بشيله بشيله كل تزوج وانا مليت من هم قلبي وتحزيني ما آلي ونيس ولا لي بيت والجسم ضاعت فتاميني وروحي وبات حيث امسيت الزاد والشرب يا شيني وانعشت في وين عشت وين شفت بعض العلوم اغضيت أعز قدري ولا هيني كفو كفو بيض الله وجهك هذه نصيحة تعتبر للشباب و... نعم يعني تجربة نعم نعم بين الحياة نعم ويعز نفسه نعم. ولا شك وأن هذا الحمد لله هذا ديننا نعم. الحنيف نعم. حتى على أننا دائما نعز أنفسنا عن الهفوات نعم. فشبابنا فيهم الخير والبركة وكل أبنائنا إن شاء الله ولكنها هي رسالة لعلنا نعم. وصلناها من خلال هذه الحلقة
لأنه الشباب يقدموا على الزواج. أنت يعني الآن جربت صح الحياة الأولى اللي تكلم نعم عنها، والصبر والصبر ينعم وصبر إن شاء الله، ورد النفس عن طبعا. والزواج هو نعم يعين الله عليه نعم دائما، هذه معروفة إنها سبحان الله. سمعنا شيء يعني. والله هذا كمان، هذه القصيدة تدل على يعني الوفاء، حتى الشخص يعني ما ينسى العشرة ويذهب، أقول فيها الحب يذهب ويبقى شيء، بل قلب حتى طلوع الروح الله يبقى. يقول الحب يذهب ويبقى شيء، بل قلب حتى طلوع الروح يبقى الوفا بالضمير الحي، لو كان ما الفتى مسرح، لو كان لو الفتى مسرح. سلام. يبقى الوفاء بالضمير الحي، لو كان ما للفتى مصلوح، ارفق بحالي شوي شوي يا كامل الزين يا مملوح. يا مملوح يا سلام. ارفق بحالي شوي شوي يا كامل الزين يا مملوح، والطيف يعرضك بغل الزي، حتى منامي علي يروح، واخر علاج المريض الكي، عجلت بالكي زاد النوح، هات العسل وارقني بالمي، وانفث بريقك على المجروح. هات العسل. يقول الحب يذهب ويبقى شيء، بالقلب حتى طلوع الروح يبقى الوفا بالضمير الحي، لو كان ما للفتى مصلوح، ارفق بحالي شوي شوي يا كامل الزين يا مملوح، والطيف يعرضك بغل الزاي، حتى منامي علي يروح، اخر علاج المريض الكي، عجلت بالكي زاد النوح، هات العسل وارقني بالماء، وانفذ بريقك على المجروح. كيف ينفذ بريقه؟ والله الرقية معروفة بالقرآن، ولكن الرقية مش شيخ، ولكن أقول أنت لا تكويني، معروف أن آخر العلاج الكي. نعم. ولكن أنا أقول أنت عجلت بالكوي بدون أي شيء، وتركت العلاجات الثانية كلها. أي صراحة قلبك خضر. الله يبارك فيك. ومشاعرك الفياضة هذه لا بد أنها أتت من شيء، لا بد في شيء دوافع وراها. والله أنا عانيت في العزوبية. يا أبو عمار أنت شكلك تأخرت عن الزواج. والله تأخرت أنا عن الزواج كثير، والحمد لله، ولكن في بيئة شريفة الحمد لله، وفي عادات شريفة، ودايم الجيعان هو اللي يشكي أسقام الجوع، ولكن اللي يأكل من الأكل ما يتمنى الأكل. ودايما يعني الحمد لله أغناك الله بالحلال. أيوة الحمد لله، الحمد ولكن لله. الحمد لله كسبت تجارب. نعم. كسبت تجارب، ولو ما الظروف اللي غذت الموهبة والشعر ما كان على واحد شاعر، ولا كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه في الشعر. نبغاك تسمعنا أكثر. خير إن شاء الله يا أبو عمار، ما يغلى عليك. تسلم. هذه برضها متداولة بين الأصحاب، أصحابي لأنها قديمة عندي. فقلت يا جو غيم وزيد غيوم، فراج محزون من حاله، والدمع هو حيلة المهموم، ذراف والقلب أقفاله، لو كان صابر على المقسوم، عيون بالدمع هماله، يا طير يلي كسرت الحوم، روح الخلي تعناله، يا طير يلي كسرت الحوم، روح الخلي تعناله، قل له وليفك براها الصوم، والعيد ما قرب هلاله، ما قرب هلاله. طيب مسكينة في الرأي. الله يبارك فيك. الله طيب كتبت في المديح أو في غير الغزل يعني؟ والله فيه
الكسرات يعني كنت احتكيت بشعراء مراسلات الكسرة هي مراسلات أيوة، ولكن لا أحفظ منها فيه الشاعر احتكيت فيه واسمه مرشد صاعدي، فقلت له يا ليت مرشد يجي ويشوف وش صار بالقلب من سوه، عندي محبة وعندي خوف والوضع ما يقبل القوة، ما يقبل والوضع ما يقبل القوة. أي قال صاحبكم مرشد عليه ظروف محتار ومغيم من جوه، والوضع ما هو بمد كفوف والناس ما عندها أخوة. فيعني في مراسلات بالشعر ولكن لا نحفظ منها شيء، فيها يقول برضه يعني يمكن أنا نرجع لبعض القصائد القديمة. القديمة نرجع للقديمة لأن القديمة أحلى، ما أشوف أنها أجمل. أي أيوة خلينا في القديم. طيب أي أي يقول من بعد خلي يا كيف أعيش، مالي بالأرض مسكاني، يا طير شني بوس قريش من شان أنا أشوف خلاني. يا طير شني بوس بس قريش من شان أنا أشوف خلاني، من عقبهم ليش عايش ليش، الزاد ما عاد يهناني، يحرم عليه طعام العيش والنوم يومين ما جاني. يومين ما جاني عايش على الجور والتوحيش، محشني الوقت وبكاني، نوع العذار بلا تفتيش، لولو وفضة ومرجاني، ورموش انتقل صف الجيش وسلاح من صنع على المال، والله لو نسكن الكرنيش ما رحم من تبلواني. الله لو نسكن الكرنيش. السلام والله إبداع، سمعنا من اللي فيها كورنيش وفيها. والله فيها كسرة حقيقة اجتماعية، فيها يعني الأذواق، اختلاف الأذواق، اختلاف الأذواق حتى في الشعر كمان خاصة، يعني منهم من يحب جزالة الشعر ومنهم من يحب الصوت واللحن وبدون أن يتطرق إلى المعنى. فقلت بين الجماهير فكري ضاع، لذواقهم ما توقعنا، أحد يبي صوت بالمذياع رجه وصجه بلا معنى، واحد لجزل الشعر سماع للذوق والجزل يدفعنا، سبحان من خالق الأطباع، عن بعض الأطباع ما نعنا، والشعر موقف شرف وإبداع، بذواق للمجد يرفعنا. الله صح لسانك. نقول نبغى في الغزل خير ونقول من القديم. يلا خلينا. والله يا دور لنا. طب كسرة، في أي كسرة جيب لنا كسرة. والله في كسرة لكن ما هي لي أنا. طب نوع نسمع من الكسرة اللي ما هي لك. في كسرة الشاعر الله أعلم أنه علي القحطاني يقول في الغزل برضه يقول ريم الروماني من الشباك، شباك في منزل عالي، يا ويل قلبي على هذاك راع الهوى كيف يحتالي، مشيت حافي على الأشواك وانت السبب يا بعد حالي، يا ريم سبحان من سواك يا خلقت العالي الوالي، ما قطع عيني رأت حلياك ما مثلك أول ولا تعالي. أما فيه كسرة قديمة يقول ما أدري والله من قيلها، فيقول سوس الهوى وادخله بقياس من قبل لا تدخل السوسة، سوس الهوى وادخله بقياس من قبل لا تدخل السوسة، واحذر تكلم وعندك ناس خلي ما عليك مدسوسة، خلي ما عليك مدسوسة هذه مرة يعني. أي نعم. طبعا كسرة تختم فيها هذه اللقاء. والله نختم بهذه شو اسمه الأبيات. يقول يا كم خاطر بهالحسرة
تصبح همومه وتمسيبه، والعسر دايم معه يسره، والصبر حقق مطالبه. اليوم برنامج الكسرة كل المشاعر تحييبه، كل المشاعر اليوم برنامج الكسرة كل المشاعر تحييبه، واللي بجهده بنا جسره قالوا لها الناس من طيبه. أما أريدنا كمان أن نختم بهذه الأبيات، أقول أشعار بالمسك فواحة عند العرب من قديمة أزمان، واليوم فزت بها الساحة بثت شذاها على الأوطان، يمنى كريمة لها راحة تسعى على راحة العربان، والقلب لازادت أجراحة جاب القصيدة من الوجدان، والشعر ثروة ومصباحة الصدق والبث والإعلان. الصدق والبث والإعلان. والشعر ثروة ومصباحة الصدق والبث والإعلان، واليوم في قمة أفراحه وهدي سلامي لبن قحطان. وهدي سلامي لبن قحطان، إن شاء الله وصل سلامك للشاعر ناصر القحطاني. ناصر القحطاني طبعا، وإحنا أيضا نوصل هذه الرسالة، نتمنى لمشاهدي الأعزاء تحية معطرة بالورود لشاعرنا القدير فراج الصاعدي. نشكرك يا بورا، كانت منك التوفيق إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. لا يسعني إلا أشكركم يا أبو عمار على جهودكم، وأشكر جميع القائمين على قناة الساحة، وإحنا هناك التوفيق طاقم الإعلامي والمخرجين نشكرهم الشكر الجزيل على وقوفهم معنا وفي هذا البرد القارس، ولكن أبدا نشكر لكم جهودكم. الله يحفظك ويبارك فيك. بهذا وقد وصلنا أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن نلقاكم بحلقات أخرى قادمة. تحية لكم من محدثكم دخيل الأحمدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.